السلام عليكم. تكون لما صلى الفجر الآن بقى اللي يمكن دايم كم دقيقة بقي من الصلاة. تكفى الشيطان اللي يلعب. شوف هذه خطوات والله ستكون بإذن الله حجاب لك عن النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال في الحديث: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. الله أكبر، نور تام يوم القيامة. الموظفين، الطلاب، والله ما يبارك الله في يومك ولا تسعد في ديوانك أو يومك إلا إذا جيت عند هذا الباب، بديت يومك هذا الباب، باب السعادة. الحمد لله، حسبت لها يا إخواني 7 دقائق بس خلت علينا الصلاة. الحمد لله 7 دقائق بإذن الله تكون في ذمة الله حتى تموت. ترى والله خسارة، والله محروم، قسم بالله محروم اللي ما يصلي الفجر مع جماعة، قسم من بجلال الله محروم. يعني بالله أنت فكر، أنت جالس الآن في استراحة أو في البيت تسمع حي على الصلاة على البلاء، الله عجل يصطفي أخوك جنبك جارك صديقك لبيت وأنت جالس، يعني الله خير غيرك. هذه والله الخسارة. الحق عمرك تكفى الصلاة. ملومك يوم تقول طفشان، ملومك يوم تقول أمور معقدة، مهموم مهموم، ملومك لأن ما بديت يومك بالصلاة مع المصلي. ولكن أقول لك الحق عمرك، اللي ما صلى يسمعني تكفى الفجر لا تضيعها، خلها مع الجماعة. دائما صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر تلقى الأجل جو لطيف جدا، تلقى فيه يعني راحة، تحسن فيه يعني سكينة. تدري ليش؟ أنا لأنها خالية من أنفاس المنافقين. وش أقول لكم بس؟ تكفى أغتنى من عمرك اللي ما صليت الفجر. والله ما يبدأ حياتك ولا تزين أمورك، يروح عنك الهم والغم إلا بس. الحين أخذ الرباح لقبل الدوام وأنا مرتاح. تدري ليش؟ لأني صليت الفجر مع جماعة. هذا توفيق من الله عز. تبي تعرف ان الله يحبك اذا الله وفقك من عباده الى عباده. الان الله وفقك صلاه الفجر، بعدها يوفقك الله صلاه الضحى، بعدها يوفقك الله عز صلاه الظهر مع جماعه، ثم بعدها صلاه العصر، ثم بعدها صلاه المغرب، ثم بعدها صلاه العشاء، ثم مجلس ذكر، ثم مشيت الصالحين. هذا الله يحبك يوفقك من عبادة. ودائما تفوق فوق، طاعه 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 طاعه، تكون اسعد الناس، تكون حياتك طيبه طيبه. بس لو كان الان ما صلاه الفجر عصيت الله شوي، لا صليت الضحى في نزول، ترى ما صليت الظهر ثم العصر ثم الى متى؟ هذا في نزول. الان حياتك، ترى حياتك كلها من تكسه كذا نزول، كل ما تترك طاعه انت كذا حياتك تحت هم وغم طفش.